تسعة معلم. شو هلا المفروض اليوم اخر حلقة من السلسلة؟ كان مفروض هيك بس هلا تغير الموضوع. شو اللي تغير؟ هلا يا خي فوتوا الهيئة بقلب السلسلة. فوتوا الهيئة على السلسلة؟ ايه صار هلا الهيئة هي حلقة من حلقات السلسلة. لك ما هي سلسلة واحدة صارت ما بتطلع أكتر من 200 حلقة. يا خي ما هلا هني علقانين بمشكلة كبيرة. شو أي مشكلة؟ إنه ببلشوا بالهيئة ولا ببلشوا بالسلسلة؟ ايه بفوتوا الهيئة بالسلسلة. فوتوا الهيئة بالسلسلة. طب هني الله يصلحهم كانوا يبلشوا بالهيئة. ما فيك إذا بلشت بالهيئة بتفرط السلسلة يعني. تنشل؟ بتنشل السلسلة نهائيا. طب يبلشوا بالسلسلة. ما إذا بلشوا بالسلسلة بيحلقوا للهيئة. كمان؟ إيه طبعاً. يعني أو شلل أو حلقة؟ ما فيش حل تاني حبيبي. طب أي موضوع يعني بده يفجر الجلسة خي؟ قولوا شو موضوع يحكوا فيه ما يفجر الجلسة. يا خي ما عندهم غير موضوع واحد. شو هو؟ يحكوا عن الجراد. ولك عالة أهلية بمحلية.